بثنائيه ياسين وحميد. تفضلوا معنا وحنا كنا متابعة واستماع. تفضلوا. شي غدا وشكون فينا صبار تا حاجه ما بعيده كلشي قريب عند القهار غير عبد ضعيف انا واش عليا منين اللي عندي من الله غير ليه نركع ونحمين مني واش عليا هو انا عبد مملوك والاشياء مقضيه ما في التحقيق شكوك ربي نظر فيا وانا نظري مطروك في الارحم والاحشاء من نطفه صورني ديني وشحال نكرت الخير واخا عمرك نسيتيني وفضلت عليا كبير شحال من منكر درت وانا ناوي حسي مسي وشحال حساب حسبت اجي نحاسبك نفسي فرطت في صلاتي و17 ركعه جاتني صعيبه خايف وسخ الدنيا ما خايفش العاقبه دخلت تخاف انت بداتي ولا تطلب السلاك ربي عطاني الحياه وانا نقلب على الهلاك والنميمه هوايه ناري على مصير النمام والعيب اللي قلت فيك وشكون يسمح لي على هاد الكلام الا جيت نحاسب عيني لشحال شفت من نسخ ولا غنحاسب ودني لشحال سمعت من نسخ عطاني عالي باش نتعلم باش نقرب باش نفيد وانا وقتي مشى لي نقلب على النت شكريم الله ينجينا من الفتان وعذاب الجحيم لا وجه الا القبله وانت السميع العليم انا ماني فياش سيدي عندي طبيب
شكرا لك حميد. شكرا ياسين وحميد فياشيات. تبارك الله عليكم. الله يحفظكم. شكرا. بارك الله فيكم. لا إله إلا الله. نرحبوا.